ممكن لحضراتكم. سارة معلش اقف بس لو ترجعونا لقطه كابتن خطيب مع كابتن مؤمن زكريا مره ثانيه، لانه انا كلمت حضراتكم انه امبارح في ارساء لمبادئ وقيم دايما النادي الاهلي حريص عليها في زمن بيقولوا ان هو زمن او في عصر بيقولوا ان هو عصر الاحتراف، وانه ما فيش حاجه اسمها انتماء، وان كل واحد بيدور على مصلحته. اعتقد انه ما فيش اي حاجه تجبر نادي بحجم النادي الاهلي على انه يعني يدعم مؤمن زكريا وهو مش شايف من وراه مصلحه. ما اعتقدش ان اهداء درع الدوري او تواجد كابتن مؤمن زكريا في الملعب امبارح، حاله الحفاوه والحب والتقدير الحقيقيه من كل افراد النادي الاهلي، وخدوا بال حضراتكم مش بس امبارح، ده على مدار سيزون كامل، من جماهير النادي الاهلي، من لاعبي ولاعبات النادي الاهلي في مختلف اللعبات. انا شفت اللقطه في فرق الباسكت وشفتها في فرق الطايره، رجال وسيدات، اطفال، ناس كبيره، حاله الحب والتقدير دي ما اعتقدش انها بتقف وراها مصلحه. مفيش حاجه تجبر النادي الاهلي انه يدفع المبلغ الخاص بتعاقد كابتن مؤمن زكريا وهو ما بيلعبش مع النادي في الظروف اللي هو فيها، الا انه في وفاء وتقدير واحترام من لكل واحد ادى النادي الاهلي، بذل نقطة عرق حقيقية في نادي الأهلي، حب النادي الأهلي بإخلاص واداله بإخلاص بدون انتظار مقابل، وبالتالي النادي كمان من حقه يأكد على نفس القيمة وعلى نفس المعنى ده من خلال الموقف اللي حصل مع كابتن مؤمن زكريا، واللي نتمنى إن شاء الله يكون يعني ليه تأثير ولو بسيط، تأثير معنوي على الأقل يساعد كابتن مؤمن على تخطي المحنة إن شاء الله بإذن الله ويرجع لينا مرة تانية.